بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انواع النت بايظ، هنكمل هنتكلم دلوقتي عن الهيلبرز اللي موجودة تحت ديت وأهميتها، وبشغلها امتى وبصلحها امتى. احنا حاليا اتكلمنا عن الشبكة التربيعية اللي هي ظاهرة حاليا في او الكارتيزيان، ممكن اخير المحاور اللي هي الكارتيزيان ديت، ممكن اخفيها من ايه؟ من الهيلبر الاولاني دوت، من الجريد دوت. طب ينفع كده الشاشة البيضاء؟ ينفع طبعا. طبعا ينفع طبعا. تمام. حابب نجيبها في درس معين، بنخش في تولز وبنغير ال تمام، مش عايزين بس اوكي خلينا في الدرس بتاعنا دلوقتي. نقدر نخلي الخلفيه بتاعتنا باي لون احنا عايزين، تمام؟ كل ده في لينك، كل اي لون انت عاوزه بتاعي. بس طبعا هو اللون المريح لعينك برضو، دي معلومه ليك برضو، الاسود وتركز بالابيض بالاسود، تمام. في اللعبه بتاعت البي اي دي والكلام ده بتبقى ايه؟ العكس، بتبقى ابيض والخط بترسم بالاسود عشان بيبقى عندك برضو في موجود لي اوت والكلام دوت، فده يبقى يظهر معاك يعني. طيب هنتكلم عن الهيلبرز. قلنا اول واحد اللي هو اللي هي الجريد بوينت، ده نظهر او نخفي. طيب في اختصار بيظهر اهوت، لو انت وقفت هنا بتطلع تكتب صغيره يقول لك ايه انا اختصاري كام؟ اف 7. اختصاري كام؟ اف 7. فانا ممكن من اف 7 مش تمام. تمام. طيب هنظهره دلوقتي. ايه اللي جنبه ده؟ اسمه سناب. سناب ده بيعمل ايه؟ قلنا بيعمل كاتش، بيلقط النقط معينه بالشكل، اكنك بتنهش الشكل، ينهش النقط المميزة للشبكة دي. تمام. ده غير الاسناب. الاسناب بيلقط نقط معينة انت اللي بتحددها، لكن السناب بيلقط النقط بتاعت الشكل، مش بتاعت الشكل، الشبكة بتاعت الشبكة، ايوه بتاعت الجريد ديت. طيب انا دلوقتي هفعل الايه؟ السناب. تمام. وهقول له امر المايك. بص اول ما هبتدي ارسم، خد بالك انت بتعمل بنفس السمكه، هتك كده. لا ده لاين، ده لاين، انا مش بقول لي لاين، في البرامج ماشي. تمام. انا هضغط ايه في اي نقطه كده. تمام. بص بقى انا هزوم بس كده عشان اوضح لك حاجه. هقول لك السناب ده بيعمل ايه. بص السناب دلوقتي انا كبرت صورات الزوم جدا عشان ايه؟ بيجي على الجريد بيقف كده ليه؟ اصغر نقطه موجودة في الشبكة دي، أصغر نقطة موجودة هي دي اللي بيلقطها الإيه؟ السناب. شوف الماوس مش عادي، الماوس اتشل. مفهوم. أنا فاهم أنت قصدي إيه؟ فاهم قصدي؟ ما هوش راضي يلقط إيه؟ أنا عايز أجيب يعني حاجة في النص. المربع يعني نفسه بياخد الأركان بتاعته نصه بس. يا ده يا ده، مش عارف ألقط الإيه؟ البتاع. طب أنا افرض طفيت السناب، بص بقى أول ما تلاقي بص خلاص بقى بتعرف تاخد هنا وتعرف تلقط هنا وتعرف تجيب هنا وكل اللي أنت عاوزه. ده فايدة السناب. طب السناب ده فايدته ايه؟ والله بقى ايه؟ في ناس بتقعد تجتهد كده وتقول لك ايه فايدة السناب وكده. ممكن يكون انت عارف الأطفال الصغيرين مثلا لما انت بتجيب لهم خروف أو رسومات منقطة وهم يمشوا عليها، أو بتبقى مثلا بتستخدمه في رسومات اللي هي الايه اليونت، يقول لك انا همشي 5 يونت، مش بغض النظر بقى عن الوحده. لا يقول لك مثلا هنمشي 5 يعني 5 خطوات يعني. فانت تقعد بقى ايه تعد ايه حاجات من دي كده يعني. في ناس تجتهد تقول لك لعل الفايده من ده كذا لعل كذا، بس ايه الفايده بتاعته الحقيقيه؟ الله اعلم. ماشي. طيب هنلغي بقى السناب، بس انت تبقى عارفه ليه. ممكن واحد رخم زي ما في المكتب يوم جاي مش فعالك ده وانت بترسم يضايقك بقى، عايز تلقط النقطة دي مش عارف، فبتنتبه على طول ان ايه اللي متفعل معاك السناب، فراح اطفي واطفي الجريد كمان عشان الرسمه تبقى رايقه. تمام. طيب ايه بقى دوت؟ ده الاورثوجونال مود او الاورثو مود، اختصاره اف 8. لازمته ايه؟ بيخليك تمشي عمودي، بيخليك تمشي عمودي فقط. وصلت. طب هل ممكن امشي بزاويه وانا شغال على القرص؟ لو الاسناب شغال والاسناب بيغلب القرص، تمام. لو لقطت نقطه
بالإجبار كده بالأرسو في زاوية هيلقطها، تمام؟ زي ما هنشوف دلوقتي. أنا هشغل دلوقتي الأرسو وهنقول إحنا قصدنا إيه. الأرسو كده متفعل معايا واختصاره كام؟ قلنا اف 8. هضغط ال انتر. ال ال انتر خلاص ما عادش مسموح لي غير إن أنا أمشي في إيه؟ اتجاهات عمودية. اتجاهات عمودية فقط. هو ده الأرسو، تمام؟ طب افرض أنا قمت رايح بالأو سناب، وهنفهم كمان 5 دقايق ايه الاسناب دوت، قمت رايح لقط النقطه دي. شوف لو انا لقط، لقط ولا ما لقطش؟ لقط، ماشيه بزاويه اهو. طب ازاي ده انا جوه القرص؟ قال لك ما الاسناب بيغلب القرص. وصلت فين ده؟ يبقى القرص يجبر الماوس الحر انه يمشي في اتجاهات عموديه فقط الا اذا لقطت انا نقطه بالايه؟ بالاسناب، او دخلت بالاحداثيات. برضو الاحداثيات تتغلب على ايه؟ اكنك بتجبره. هتجبره يعني لو قمت قايله مثلا ات اهي، تمام؟ قمت قايله مثلا 100 و 100 اهو، لقط ولا ما لقطش؟ لقط، بس عشان الزوم اللي احنا واقفين عليه اهي راحت 100 و100، طلعت الحته دي مع ان انا جوه القرص بس ماشيه بزاويه، تمام؟ في حته عايز اقولها قبل ما اكمل الهيلبرز، انا دلوقتي برسم لاين، تمام؟ هل في القرص دلوقتي انا برسم لاين. اللاين ده مثلا كان طوله كام؟ 500 مثلا، دي 2000. لا احنا عايزين نصغر الزوم شويه. طب عشان اصغر الزوم اعمل ايه؟ كنترول، اعمل كده، عايز امسح الكلام ده مش محتاجه كله، تمام؟ في برضه كانت عندي دي رسمه هي قديمه. طيب هرسم ال انتر واطلع كده ايه بالقرصه، اطلع كام مثلا؟ 50 مثلا، تمام؟ وهتاخد كليكين بسرعه بالماوس، بالبكره بتاع الماوس كده، جاب لي تقريبا الحته دي تقريبا 50. هي طبعا دي 50 بالظبط، فانا عرفت تقريبا الزوم اللي انا فيه. عايز اقول حاجه، لما انا برسم لاين عايز اشتغل بالاحداثيات، لو انا قلت له النقطه الاولى بتاعتك هتبقى 0 و0. حلو قوي. 0 وكام و0؟ واضغط انتر. ماشي. فين النقطة؟ لقطها ولا ما لقطهاش؟ لقط اهي. لقط؟ بس الصفر والصفر هناك خالص. تمام؟ أنا هضغط بس كده عشان إيه؟ عايز أقرب من الصفر والصفر عشان أشرح بس اللي أنا عايز أقوله. الإنتر، النقطة الأولى صفر وصفر. لقطها ولا ما لقطهاش؟ طبعًا إيه؟ انا فعل القرص. طب هقفل. لقطها ولا لا؟ لقط. طيب النقطه الثانيه عايز اديها له برضه بالاحداثيات، قمت قايل له مثلا 10 و10، تمام؟ فين هي؟ عايزين ايه؟ ايوه. طيب لو انا عايز اجيب النقطه 20 و10، يعني هيمشي كده كام؟ 20 ويطلع فوق 10 ويطلع فوق. لا هو على نفس ما طلعش، هتفضل ثابت، ما طلع، مش هيطلع حاجه زي ده. تمام. انا هقول له اهو 20، النقطه الثانيه هتبقى 20 كوما كام و10. طلع يا باشا. ليه بقى؟ هو كمل على الخط اللي انت كنت عامله في الاول. طلع ليه بقى؟ كمل على الخط اللي فوق، اكنه خد النقطه دي 0. لا مش كمل، مش كمل، لا مش خد النقطه دي 0 و0. احنا ظابطين دلوقتي، ظابطين في الاعدادات السيتنجز بتاعت الاوتوكاد، ان الدايناميك، ان انا لما ادخل لك احداثيات انسبها للنقطه الايه؟ اخر نقطه انا واقف عليها. دي الحاجات دي في الاوتوكاد الجديد. انا كنت عايز اشرحها لك على اساس ان ده القديم، ف خدت انا بالك. ماشي. طيب لو انا عايز نسيبه للاحداثيات الاصليه بتاعت بتاعت اللوحه نفسها، يعني دلوقتي هو منسوب دلوقتي لايه؟ طلع 20 من هنا و10 من اللي اطلع كده. بص من هنا لهنا كام؟ معلش سوري يا جماعه، من هنا من هنا لهنا كام؟ ناخد اليونيور، النقطه دي من النقطه دي كام نمت؟ 20. فنسب الاحداثيات لايه؟ كان قبل كده في الاوتوكاد القديم كان لازم تضغط اد،
كان لازم تضغط اكت. لكن دلوقتي اصبح من السيتنجز هنبينها ان شاء الله لما نيجي برضو نظبط الخلفيه بتاعت الشاشه هنبينها في فيديو لوحده موجوده هنا في السيتنجز ان الابعاد اوتوماتيك خدها منسوبه لاخر نقطه انا واقف فيها تمام مش لازم اضغط اد هي دي الحته اللي انا كنت بشرحها عشان حته اد دي فهي اوريدي مظبوطه هنا دلوقتي ان هو بينسب الاحداثيات لاخر نقطه انا كنت واقف فيها تمام طيب هنرجع نكمل الايه الهيلبرز قلنا ان دوت بيمشيك في ايه احداثيات عموديه فقط الا اذا انا اجبرته يلقط نقطه بالايه بالاسناد او بالاحداثيات لقط نقطه بالزاويه هيلقط طيب ايه اللي جنبه دوت هيلبر اسمه البولر تراكنج ايه البولر تراكنج ده بولر البولر ده بيحس بزوايا معينه انت بتختارها ازاي يعني لو انت جيت ضغطت على السهم اللي جنبه ده افتح كده هيقول لك انا ممكن احس لك بخمسه ومضاعفات 10 ومضاعفات 15 ومضاعفات 18 23 30 45 90 ده بيسهل لك يعني لو انت مثلا عايز تعمل ايه الستاندرد عايز يقول في النص ايوه انا عايز انا عندي رسمه معينه وفي اثناء الرسمه دي هحتاج زوايا كتير هحتاج اطلع على 30 شويه وعلى زاويه 45 وبعد كده انزل بزاويه مثلا مش عارف يسهل لك 60 يسهل لك كده هو بيديك هيديك جايدز جايدز محاور خضراء منقطه بالزوايا دي الزوايا المميزه في الايه في اللي انت هتعلم عليها طيب انا معلم حاليا على ايه على الثلاثينات طيب تعال ارسم يلا ايه اللي ارتب بص 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 اول ما اطلع كده انا خد بالك ايه الزاويه بتزيد معايا اهي 28 29 بص بسهوله تلقط ال 30 بس عشان احنا مش مفعلينه اصلا انا خدت كده جاب الايه 30 شوف بقى يحس بالايه ال 60 هيجيب اللي بعديها 90 وصل ستيل قوي بس الخط الاخضر بيقوم باين على طول اه 120 شوف بقى انا طول ما انا ماشي ايوه بعدت عنه شويه او هنا برضه هو ايه ظاهر معاه يعني انا ممكن اقف كده واقول له ايه اديني 100 على الميل اللي انا واقف عليه ده اديك 100 اهو لقطها ولا لا طب عايز امشي كده على ال 30 ديت هل 300 يا ستيل لو احنا محتاجين على فكره ماستر الجهاز ده مش عارف كتير مفتوح 300 تمام طب عايز اجي كده 30 مع الوقت العكس اهي اي كلام ماشي الباشمهندس عاطف قول لي دخل دلوقتي يا جماعه انا ماليش دعوه ماشي بس خلاص انا بس ايه عايز اقول لك على حاجه ماشي ده دي بقى ايه دي مش حاجه خالص اللي احنا داخل الاطوار انت عملت كلوز جهازك الله خير طيب دي ما كانتش على زوايا 30 خالص اه لا بس تمام طيب الزوايا اللي موجوده ايه بقى قلت لي 5 و10 طب افرض انا عايز 11 انا رخم يا عم انا عاوز زاويه 11 الرسمه اللي معاها كده محتاج زاويه 11 هنا بقى هتخش في الايه التراكنج سيتنجز هتضيف لها انت هتدخل زاويه مانيوال هتدخلها بايدك انت قال لك خد بالك هو دلوقتي اون طب ليه ما بيدخلش اصلا في اساسيات البرنامج كل الزوايا كل الاقوام لا ما هو كده هيطلع لك عدد لا نهائي من الجايدز هيقرفك عدد لا نهائي من الجايدز انت متخيل كل درجه انت بقى الواحده وواحده هيطلع لك 360 خط لا ده انت عايز لو عايز واحد ونص الدرجه واحد ونص هيجيبها لك فانا بعمل الاديشنال بس هعمل اللي انا عاوزه بس هقول له هنا افتح لي بعد اذنك اديشنال انجلز مش موجوده في الايه؟ مش موجوده في الدور طب يلا اديني نيو يلا كام؟ عايز كام يا عم؟ انا عايز 11 زاويه 11 تمام؟ طيب كده تحت هقول له اوكي كده انا بقت معايا زاويه اسمها ايه؟ هي. 11 وايه خد بالك؟ ومضاعفاتها طب هروح اعلم عليها انا كده مش معلم ايوه كده 30 برضه مش لقيتها لا ده انا هديله بقى ايه علم لي بعد اذنك ال 11 طيب عايز ارسم لاين بقى اللي انتر تمام؟ تمام بص بقى بص 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 دي كده كام؟ 11 دي كده كام؟ 22 ضعفها دي كده كام؟ 33 44 مفهومه جميله جدا ماشي الكلام؟ طب عايز 12 خلاص بقى احنا فهمنا الفكره
ماشي. طيب انا خلاص معدت، انا خلصت الرسمه وال11 دي زي ما رخمه، ماما مش عايزه تظهر معايا لان بتطلع لي جايدز كتير وكده، اعمل ايه؟ اجي ممكن اقفل من هنا، واخد بالك؟ هي كده موجوده معايا يعني، كده موجوده معاها، هتلاقيها موجوده في القايمه. تمام. لا انا عايز ادلتها خالص، عايز ادلتها خالص. علم بعد اذنك وعلم هنا، دي جيت خلاص كده. كده متضافه معاك كايه؟ كرقم بس، لكن مش موجوده في ال كرقم بس مش موجوده في المضاعف. طب بص كده، اللي انت لايت الايه؟ ال 11 22 33 44، واخد بالك ليه بقى؟ لان الجهاز مهم. بس هو انسحب الشام ده لما عبد العزيز علم ما شاء الله عليك. خد واحده من هنا التلاتينات مثلا. انا بحييك. اضغط اللي انت حبيبي، الله يحفظك. ال 11 لسه ظاهره؟ لا مش ظاهره خلاص. لا ما عادش بتظهر. كده بقت ايه؟ انا علمت بقى على ال 30، انا ما كنتش معلم. ده جميل. ماشي. هو محتفظ بالايه؟ كان محتفظ بيها. لكن كده خلاص. ماشي. اتشالت بقى من هنا خلاص. طيب. ماشي. بس ماشي. ده الايه؟ البلوتر. في حاجه عايزك تركز فيها برضه. ايه هي؟ اللي هو بص. بص الجايدز بتاعت البولر خضرة ومقاطع، عشان خد بالك احنا هنلخبط بينها دلوقتي وبين الجايدز بتاعت حاجات تانية، فركز فيها. الجايدز بتاع البولر عليه زاوية، عليه زاوية يعني ثانية كده أي حاجة بس عشان ايه أصلا. شايف دي؟ دي ايه زاوية اهي؟ يقول لك انت هتلاقيها على زاوية عشان بس اخرج من الاوتوكاد ما يبقاش السمع اللي بتاع الكروزر بتاعي. لا يبقى ده كده باين عليه. ثبت الزاويه دي. وكاتب لك ايه بقى؟ وبيقوم كاتب لك هنا البولر بتاعك 30، وانت على اكستنشن دلوقتي او على ديسبيسمنت يعني الرقم الطول والزاويه. لو اخش تاني في الاوتوكاد ابص شايف هو كاتب لك ايه؟ البولر بتاعك الازاحه بتاعتك 131.6 زاويه كام؟ 30. وكاتب لك كلمه ايه؟ بولر. يعني الخط الاخضر اللي انا عليه ده خط البولر. مش خط حاجه تانية، مش خط مثلا اوتراك ولا خط اسناب. ماشي ماشي لحد ما نجي. طيب الصفحه دي تاني. احنا كده الوقت قد ايه؟ 17 خلص العصر قبل ما ياسر. طيب هنسيب ده دلوقتي. ماشي. ده الاوتراك، خليه دلوقتي برضه. هناخد ايه دلوقتي بقى؟ الاسناب. الاسناب ده اخطر هيلبر في الاوتوكاد كله. الهيلبرز دي كان بيعرفها المهندس محمود عبد الرازق الله يمسيه بالخير، ان دي المساعدات التي تساعدك على انتاج رسومات عاليه الدقه. بدون الاسناب ده الرسومات بتاعتك هتبقى شكله ده مش قليله الدقه، ده هتبقى بدون دقه خالص. ليه بقى؟ انا هطفي دلوقتي الاسناب. انا عايزك دلوقتي الاول نشوف ايه الحاجات اللي بحس بيها الاسناب، وبعد كده اطفيه وابين لك اهميته عشان تعرف اهميه اي شيء. افترض عدمه. تشوف افترض عدمه. بالظبط. ايه الاوبجكت سناب دوت؟ هنفتح السيتنجز بتاعته اهي. طيب انا ضغطت السهم ده، خد بالك. السيتنجز بتاعتي. قال لك انا بحس بايه؟ بحس بالاند بوينت. اند بوينت بتاعت اي خط، اي خط انا فهمت موجود عندك هنا. الاند بوينت من هنا ومن هنا بحس بيهم. طب الميد بحس بيه، انا معلم عليه. انت ممكن تغير، انت تخليه يحس باول واحده بس. بس السناتر بتاعت السيركلز والارس والاليبسات والكلام ده، اي منحنيات. طيب الجيومتريك سنتر دوت الايه؟ بتاع ايه؟ حاجه شكل ايه؟ في كيرفيتشر يعني. جيومتريك سنتر بوينت اوف بولي لاين، 2 دي بولي لاين، اند ايه؟ 2 دي اس بي لاين. تمام. النودز. كل النودز اللي في الرسمه بحس لك بيهم. والبوينتس. الكوادرنت. ايه الكوادرنت دوت؟ الاربع. الاربع بتاعت الدايره. تمام. الانترسكشن. التقاطعات. اي تقاطعات عندك.
الاكستنشن الامتدادات كويس. انت معلم على الحاجات اللي عايز تحس بيها. هي دي الديفولت. هو بيتعلم الحاجات دي الانسرشن الادراجات. اي بلوك انت تدرجها او اي شكل تدرجه بيبقى ليه نقطه ادراج. تمام. احس لك بيها ولا لا؟ فبتبقى تعلم انت. ماشي. طيب البربنديكولر العمودي التعمودات التانجنت التماس علامه التماس هي خمسه بلا هنا كل حاجه العلامات جنبها. النيرست دي خطيره جدا هنتكلم عنها بالتفصيل. هي القريب من كل حاجه. يعني اي نقطه بتقع على الخط او اي نقطه بتقع على الشكل اسمها نيرست. اي نقطه ما عدا الايه الحاجات السابقه وما عدا الاند بوينت. يعني الاند بوينت اسمها اند بوينت. طب اللي جنبها اسمها نيرست. فانا لو مش مفعل النيرست هيلقط ايه بس؟ الاند بوينت اندات بس. مش هيلقط لك اي نقطه على الشكل. عشان تلقط اي نقطه على الاوبجكت لازم دي يبقى متفعل معاك زي ما هنشوف. الابيرنت انترسكشن دوت في ال 3 دي ده معنى ايه؟ اللي انت حافي بتبقى ساعات في الوضع ال 3 دي بيبقى عارفين يا جماعه المستقيمين المتخلفان. اللي هو واحد في مستوى واحد في مستوى تاني. كان في شغل الهندسه الفراغيه. الهندسه الفراغيه يقول لك ايه؟ لا يمكن ان يحوي مستوى واحد مستقيمان متخلفان. الله اكبر. هو ده الابيرنت انترسكشن. ان هم في الظاهر لو انت من فيو معين بان لك ان هم ايه؟ على بعض كده متقاطعين. لكن تيجي تبص هم اصلا ده في مستوى ده في مستوى تاني. واخد بالك؟ لكن مستوى العين فعلى الفيو ده هم يتقاطعوا في النقطه دي. فده اسمه الابيرنت انترسكشن. وصل يا باشا. اللي هو الانترسكشن الظاهري. الانترسكشن الظاهري واخد بالك؟ البارلل اللي هو الايه؟ التوازيات. جميل. تمام؟ ده طبعا مش هنعرف نبينه لان ده في ال 3 دي لما نيجي لل 3 دي ان شاء الله. طيب هو حاليا متفعل على ايه؟ اندو ميدو سنتر نود كوادرنت انترسكشن والاكستنشن والنيرست. طب ما فعل كل واحد يقول لك طب ما انا اوجع دماغي ليه ما احس بكل. لا هيلبخك يلقط حاجات ما انتش محتاجها. طيب هنكمل على الوضع ده كده وهنقول اوكي وهحاول ان انا ايه ارسم بدون الاسنان. انا هقفل دلوقتي الاسنان بس عشان افهم اهميته اختصاره على فكره اف 3. هقفل الاسنان وهقسم. عندي لاين اهو كان عامل كده تمام. ده انا فعل العمودي. عايز ارسم مثلث هجيب لاين اهو. هاجي من هنا بالظبط اهي هنجيبها بالظبط تمام. وهاجي هنا كده تمام. واقوم جاي ايه قافل بقى المثلث بتاعي. شفت انت مش عارف تحدد النقطه الاخيره. لا يا باشا مين ده اللي مش عارف؟ يا باشا يعني هو الخط ده مضايقني اقفل البول ولا زعل نفسي اهو. هجيبها لك بالظبط هخليك بص ما عندكش اي حج اهو. تمام. عايز اخرج بقى تك انتر باشا. انتر او اسكيب تمام. ارجع افعل تاني خلاص. انا خلصت. طيب ها شوف السهوله بقى. شوف بقى في هنا رسومات عاليه الدقه ولا بدون دقه زي ما انا كنت بقول لك. هنقرب كده. تعال قرب كده قرب. شوف ابيض. طب انا هقول لك على حاجه بسيطه اهو. هنشدي ده كده هنجيبه هنا برضه. لو جبرت مش هيبقى هو يا عم. لا المره دي ما تهزرش. احنا بنفصل ليه في الحته دي؟ عشان نبين اهميه الاسناب يا جماعه. شوف شو اهميه الاسناب. الاسناب ده ما يتقفلش بحال من الاحوال بشكل او باخر. لا 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 طبعا ده حاجه برضه حاجه وحشه جدا. شنيع. تخيل بقى انت بتعمل وتعدل وعايز بقى تعمل هاتش وتيجي تعمل تاني تغير. انت كبرت كمان هتلاقيها مش وضع صعب جدا. انت متخيل بقى انت بترسم واحد عمال يرسم كده وواحد تاني بيجمع لا وايه والاسناد ده مطفي وانت بقى عايش كده وتكتشف فجاه ان الدنيا خربانه. بالظبط. تمام وصل. يبقى ده ما ينفعش يطفي بحال. ممكن يطفي لحظيا كده في حاجات معينه كده بقول لك عليها بعدين ونرجع تاني على طول نشغله. لكن ده مطفي دي مصيبه سودا كارثه. وانت ممكن تبقى شغال في مكتب واحد يطفي واحد يوم جاي يطفي. فاحنا ده ما ينفعش يطفي خالص بحاجه احلى. احنا بس ايه هنردد الاذان. الله اكبر. وهنكمل على طول ان شاء الله. شكرا محمد. انا اتوقف.